بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة سعاد أم خديجة. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم كيك يومي اقتصادي سهل، فيه كل المراحل ديال التحضير من الأول حتى الآخر باش تنجح معكم. كنتمنى تعجبكم هذه الوصفة، وإلا عجبتكم بقاو مع المقادير ومراحل التحضير. فرجة ممتعة. ها هو الشكل ديالها كيفاش كيجي، كنظن كيبان لكم في الصورة. نبداو بالمكونات طريقة التحضير. اولا كناخد كأس ديال الخلاط الكهربائي وكنفرغ فيه، عندي هنا ثلاث بيضات متوسطات الحجم، الا كانوا صغار ديروا اربعة، يمكنكم ديروا غير بالخلاط اليدوي. هادشي انا الاحسن اذا كان عندكم الخلاط الكهربائي احسن. كنضيف له واحد كأس ديال السكر حبيبات او السكر سنيده، تقريبا شي 140 غرام، يمكن لكم ديروا اقل او اكثر على حساب الحلاوه واش كتبغيوها زايده لا. وكنضيف كذلك كيس من الفانيلا من وزن 7.5 غرامات، يمكن لكم ديروا تا كيسين. انا عندي هاد الكيس وغادي نزيد نسم ب قشر الليمون او الزيت ديال الليمون الحامض، وغادي نخلط الكل جيدا حتى تجانس ليا العناصر سالفة الذكر كما كيبان لكم. انا تنطحنو وغادي نضيف له دابا ياغورت، اي نكهة كتفضلو. انا كان عندي مفكر الموز يجي زوين في الكيك مع هاد فانيلا مع نكهة ديال البنان. غادي نضيف ليها بشر الليمون، يعني كتدير هاد النكهات واحد المذاق رائع للكيك. دابا غادي نبقى نضيف الزيت، ماشي مرة ماشي دفعة واحدة، كنضيف شوية بشوية كما يبان ليكم في الصورة. كنضيف الزيت شيئا فشيئا وانا كنخلط الخلاط الكهربائي حتى كيتجانس، ما كنبالغوش في الخف، غير شويه ممكن تنتج لي العناصر والجانب. ناخذ اناء كنصب فيه هذا الخليط اللي عندي في الخلاط الكهربائي. بعد ما صبيته غادي نضيف له واحد العصير ديال الحامضه، تقريبا شي 3 معالق كبار، انا اللي خرجت لي عصير ليمونه حامضه. وغادي ناخد هاد قشر الليمونة المحكوكة، كما قلت لكم انا كنبغي المزيج بين الفانيلا والليمون الحامض، تيجي طعم زوين. وتنخلط الكل جيدا بالخلاط اليدوي، ونضيف قبصة ملح، الى انا نسيتها نتوما ضروري خصكم تضيفوها لانها كتعدل لنا الذوق ديال الكيك. وكذلك كناخد هاد الصفاي او هاد، كنبقى نخلط الدقيق، عندي الدقيق هنا 300 غرام، ما يعادل 3 الكيسان ديال العنبة ممسوحين، كل كأس كيهز تقريبا 100 غرام. كنضيف هاد الفواكه المعسلة المقطعة رقيقة، كنضيف فوق منها الدقيق الكأس الثاني باش كتلبس ليا كل حبيبة ديال الفاكهة المعسلة، كنلبسها بالدقيق باش ما كتهبط ليش في اسفل المول ديال الكيك. بعد ما دخلت هاد الدقيق غادي نخلط او ندخل هاد الدقيق في الخليط، ومن بعد ما نضيف له عندي كيسين من خميرة الحلويات، كل كيس من وزن 8 غرامات، يعني في المجموع عندي 16 غرام. تنخلهم داك الحبيبات اللي تيكونوا فيهم. بالنسبه للفواكه المعسله يمكن لكم تعوضوهم بحبيبات الشوكولاته، اولا ما ديروا حتى شي حاجه، يمكن لكم تكتفي بالكيك هكا، ولكن تعطيو منظر ومذاق زوين. تنحبوا وليداتنا باش ياكلوا وتيجي بنين. دابا غادي نضيف هذيك الفواكه المعسله اللي لبستها بالدقيق، وغادي نخلط جيدا هاد يعني كأسين تقريبا 200 غرام ديال الدقيق، نخلطها حتى تجانس ليا العناصر كامله
كما كيدير ليكم بالخلاط هذا فقط. دابا غادي نضيف الكأس التالي يعني 100 غرام في المجموع، عندي 300 غرام ديال الدقيق. كنطرب جيدا هاد العناصر كما قلت لكم، الدقيق 300 غرام، ثلاثة الكؤوس ديال العنبر كيجيني هو هذاك، ما قاصحش ما خفيفش، يعني الا كان خفيف بزاف غيطلع ويهبط، الا كان قاصح يجينا الكيك ثقيل، كيجيني هو هذاك. الا تبعتوا هاد المراحل من الاول حتى الاخر، اكيد الاخوات المبتدئات اللي ما كينجحش معاهم الكيك ينجح معاهم. والان في الاخر غادي نضيف ملعقه صغيره من الخل، انا عندي كما كيبان لكم في الصوره الخل الاحمر، نكتفي بالخل الاحمر ملعقه صغيره، تعطينا الخفه وتعطينا كذلك تنطبخ لنا الكيك. ملي تطيب الكيك ما تطبق كاع ريحه الخل، تبقى فقط الريحه ديال الليمون الحامض مع نكهات ديال الياغورت ونكهه الفانيلا، كيجي كيك رائع. دابا غادي ناخذ واحد المول، انا عندي هنا فيه تقريبا 22 سنتيمتر اللي دهنته بالزبده مسبقا وبالمرغانين. ناخذ غفرات، اي غفرات عندكم باستا، تنبقى هكذا نمعكها بيدي حتى تهرمش ليا، كنبقى معاها هكا وبقى كنلبسها لهاد القالب، نلبس القالب بعد ما دهنتو بالزبده كنلبسو بهاد الكوفريت، كيعطي نكهة زوينة لهاد الكيك. ونغيرو حتى وليداتنا تيبغيوه. دابا كيفما كيبان ليكم بعد ما لبستو بالكوفريت، كنهز هاد الخليط ديال الكيك وكنطلع يدي الفوق مزيان ونفرغو في الخليط، نفرغو عفوا هاد المول اللي غيدخل الفرن. بالنسبه للفرن البنات، انا كندخلو الفرن اللي هو بارد على 170 درجه، تندخلو تجعل لي من التحت 45 دقيقه بالضبط، ملي كدوز 45 دقيقه كنشعل عليه من الفوق تقريبا 5-7 دقائق غادي يتحمر الوجه وتنخرجو. دابا بقات لي شويه الكوفريت كندهنو، كنرشو داك الكوفريت اللي تبقى ليا من الوجه ديالو حتى هو تيبقى منظر ومذاق جميل. غادي ندخلو الفرن ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما نخرجو من الفرن. كما كتشوفوا بعد ما خرجتها من الفرن ناخذ لكم 45 دقيقه، وانتم على حساب الفران ديالكم 40 دقيقه وتفكروها، الا كانت مازال خليوها. انا شت 40 دقيقه حتى تحمرات ليا من الجناب، شعلت عليها الفوق 5 دقائق كيف ما شفتوا، انا وريتها لكم من الوجه ديالها. دابا انتم كتشوفوها عاوتاني من التحت ديالها اسفل الكيك كيفاش كيجي، كتجي اسفنجيه يعني كتحط عليها يدك كيهبط وبقى سخونه يعني مازال ما بردتش. الى تبعتو نتوما المراحل من الاول حتى الاخر، اكيد الاخوات المبتدئات اللي ما تنجحش معاهم الكيك غادي ينجح معاهم. كما كيبان لكم لون ذهبي. دابا غادي ناخذ، عندي هنا مربى البرتقال خلطته مع مربى الليمون الحامض اللي درت معكم في القناة، نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. كندهنها انا بهذا المربى اللي خلطته لكم من البرتقال والليمون الحامض، نتوما يمكن لكم تدهنوها داكشي اللي عندكم متوفر، يعني مربى المشمش مربى البرتقال داكشي اللي عندكم، او يمكن لكم لا مدهنوها تدهنوها هكا هكا شكلها جميل. انا كنستمر كندهنها كاملة وكناخد هاد الكوفريت اللي تبقى ليا، غادي نزينها فقط الكوفريت مغاديش نخرج على هاد النطاق او هاد الاطار، نبقاو دائما في هاد النكهة. نتوما يمكن لكم
زوقوها أو زينوها كل جزء فيني كاوكاو مهرمش أو لبش حبيبات الشوكولا داكشي اللي متوفر عندكم. دابا غادي نقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوها من الداخل، وخا هي باقا سخونه شوفوها من الداخل كيف كتجي. فعلا كيك يومي كيجي رائع، انتوما كيف ما كيبان لكم في الصوره كيك يجي مهوي سفلي اسفنجي ولو انه باقي سخون. اكيد انتم لا تبعثوا المراحل عين جهة معاكم. شفتوا شكلها النهائي كيف كتجي، كيك يومي ناجح يستحق التجربة ديالكم. كنتمنى هذا الكيك يعجبكم، وإلا عجبكم البنات ما تنساوش تدعموني باللايكات اللايكات اللايكات، وتبارطاجوا هذه الوصفة مع الأهل والأحباب ديالكم اللي تعم الفائدة في مواقع التواصل الاجتماعي. كذلك كنشكركم على الدعم ديالكم والتشجيع على المشتركين والمشتركات القدام والجداد. ولا كنتوا أول مرة كتدخلوا القناة ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك، وشكرا على المتابعة. إلى وصفة قادمة إن شاء الله.